طالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله في شرح مادة تقنية المعلومات للصف الأول ثانوي. سنتطرق في شرح مادتنا بإذن الله إلى قواعد البيانات، وحنتكلم أيضا على نظام إدارة قواعد البيانات، وأيضا سنتطرق إلى خصائص قواعد البيانات، ونتكلم أيضا عن الكيانات والعلاقات، وكذلك سنتكلم أيضا عن الأكسس أو نظام إدارة قواعد البيانات اللي هو نسموه مايكروسوفت أكسس. نبدأ أولا بسم الله في الفصل الأول. الفصل الأول طبعا هنتكلموا فيه عن حاجة أو عن مفاهيم قواعد البيانات. ما هي قاعدة البيانات؟ قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات ذات علاقة ببعضها، التي تم تنظيمها بطريقة تمكن المستخدم من استرجاعها بسهولة. يعني مجموعة من البيانات ذات علاقة، لها علاقة ببعضها. يعني مجموعة مثلا بيانات مدرسة، قاعدة بيانات مدرسة، إذا مجموعة من البيانات حيكون فيها قاعدة بيانات أو ملف للطالب وملف للمعلمين، ملف الطالب وملف المعلمين لها علاقة ببعضها، ولذلك نسموا قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات ذات علاقة ببعضها التي تم تنظيمها بطريقة تمكن المستخدم من استرجاعها بسهولة. أيضا البيانات، شنو هي البيانات؟ هي الوقائع التي يمكن جمعها وتفسيرها. البيانات هي الوقائع التي يمكن جمعها وتفسيرها. شنو المقصود بها البيانات؟ يعني مثلا بيانات عن الطالب يمكن جمعها وتفسيرها، بيانات عن المعلم يمكن جمعها وتفسيرها. يعني اسم الطالب، عنوان الطالب، تاريخ الميلاد، هذه بيانات يمكن أن نحن نجمعها ونفسروها ببساطة. يبقى أيضا البيانات هي الوقائع التي يمكن جمعها وتفسيرها. كذلك قاعدة البيانات يمكن أن تكون بأي حجم وتعقيد، وقد تحتوي على عشرات السجلات مع بنية بسيطة، أو أن تكون أكبر في الحجم والتعقيد بحيث تحتوي على تيرا بايت من البيانات. يعني قاعدة البيانات محل مش زي قاعدة بيانات مصرف، مش زي قاعدة بيانات شركة كبيرة. فكل قاعدة بيانات أو حسب الشركة ممكن تكون قاعدة بيانات بسيطة، ممكن تكون قاعدة بيانات كبيرة. يعني قاعدة بيانات محل، ممكن قاعدة بيانات المدرسة أكبر شوية، ممكن قاعدة بيانات سوق أكبر، ممكن قاعدة بيانات مصارف تكون أكبر وتعتبر قاعدة بيانات كبيرة. يبقى قاعدة البيانات هي مجموعة من بيانات ذات علاقة. ما هي البيانات؟ هي الوقائع التي يمكن جمعها تفسيرها. قاعدة البيانات أيضا قلنا ممكن تكون بحجم صغير وبسيط، وممكن تكون بحجم كبير ومعقد قد يصل إلى تيرا بايت من البيانات. نظام إدارة قواعد البيانات، بيش نحن نتحكم في قاعدة البيانات لابد تكون عندنا إدارة أو نظام إدارة قواعد بيانات. يبقى قاعدة البيانات شيء ونظام إدارة قواعد البيانات شيء آخر. قاعدة البيانات هي اللي مسجلة فيها البيانات، والنظام هو اللي يسمح لي أني أنا أتعامل مع قاعدة البيانات. يبقى نظام إدارة قواعد بيانات هو البرنامج أو برنامج يتيح لك تعريف قاعدة البيانات وإنشاؤها والتحكم فيها. يعني أنا نظام إدارة قواعد بيانات يتيح لي أني ننشئ قاعدة البيانات ونعرفها وننشئها ونتحكم فيها. شنو معنى تعريف؟ يعني طويل تعريف قاعدة بيانات على تحديد أنواع البيانات وتصميمها. يعني نوع البيانات اللي بندخلها، هل هي حرفية أو عددية، وتصميمها أطول من ناحية الطول والحجم وما إلى ذلك. إنشاء قاعدة البيانات تنطوي على تخزين البيانات في إحدى أدوات التخزين. يعني أنا لما ننشئ قاعدة البيانات ونخزنها في داخل هارد ديسك أو اسطوانة صلبة، معناها هذه نسموها إنشاء قاعدة البيانات. معالجة البيانات ومقصود بها أيضا التحكم، تتضمن استرجاع بيانات محددة، مثلا الاستعلام، تحديثها وإعداد التقارير عنها. يعني نظام إدارة قواعد بيانات هذا اللي يسمح لي أني نعرف قاعدة البيانات وننشئها ونتحكم فيها، نعرفها، نعرف الأطوال ونعرف الأنواع وننشئها، ننشئها في داخل قاعدة بيانات ونخزن فيها البيانات ونتحكم فيها. أني أنا نسترجع البيانات، نستخرج تقارير، نجري عمليات حسابية، هذا المقصود بمعالجة البيانات والتحكم فيها. يبقى عندنا نظام إدارة قواعد بيانات
وعندنا قاعدة بيانات. قاعدة بيانات تختلف على نظام إدارة قواعد بيانات. قاعدة بيانات هي اللي موجودة فيها البيانات، ونظام إدارة قواعد بيانات هو اللي يتيح لك أنك أنت تعرف قاعدة بيانات وتنشئها وتتحكم فيها. عندنا مثال، على سبيل المثال، المثال اللي موجود قدامنا على سبيل المثال، هذه قاعدة بيانات فيها عبارة عن ثلاث جداول اللي مذكورة قدامنا: جدول خاص بالموظفين، وجدول خاص بالأقسام أو القسم، وجدول خاص بالمنتج. القاعدة البيانات هذه لو تلاحظ أنها ذات علاقة، ذات علاقة ببعضها. كيف ذات علاقة؟ لو جينا هنا رمز القسم هنا واحد، كيف نعرف أن الشخص اللي اسمه مروان عبد الله في أي قسم يشتغل؟ هذا ذات علاقة مربوط بقاعدته أو مربوط بالجدول الثاني اللي هو جدول القسم. لما نعرف أن رمز القسم هنا واحد هو الإدارة العامة، ومن يديره هو الموظف رقم 94010 اللي هو مروان نفسه يدير القسم، وأمتى بدأ ورقم الهاتف، يبقى ذات علاقة هي المقصود بها أن هناك علاقة أو شيء ما يربط الجداول ببعضها. زي ما نشوفه نحن رمز القسم هنا مربوط برمز القسم هذا، يعني البيانات متاع لما بنعرفه مروان وين يعمل عن طريق رمز القسم نعرفوه من ملف القسم. لما نجوب رمز المنتج على سبيل المثال، أن المنتج رقم 100 أو 101 ينتج القسم رقم 5، إذن القسم رقم 5 هو قسم الإنتاج، ولذلك نحن نسموها قاعدة بيانات ذات علاقة، هي مجموعة من بيانات ذات علاقة وترتبط مع بعضها، ذات علاقة مربوطة ببعضها عن طريق حاجة نحن نسموهن المفتاح الخارجي والمفتاح الأساسي، ونعرفوها إن شاء الله لقدام. يبقى هذه هي المقصود بذات علاقة. هذه بالنسبة للبيانات، هذه قاعدة بيانات. شنو اللي مكنني أني أنا ننشئ قاعدة البيانات ونتحكم فيها، أني نستخرج هالبيانات هذه ونطبعها أو نستعلم عنها أو نستخرجها على الشاشة؟ هو نظام إدارة قواعد البيانات.